وصلنا معكم مشاهدينا الأكارم إلى التحدي الأول في مسابقة هذه الليلة. هذا التحدي يعتمد على السيطرة والكنترول ومن ثم التسديد على المرمى. نشاهد التحدي وصافرة البداية مع الكابتن حبيب جعفر. لا تطلعوا وايد، مو اثنين كل سوا، مو اثنين، خلي شوت وبعدين شوت وراه. تاخر شوي بالدائره، بالدائره ايه شوت زين. روح روح خليه سيطر سيطر. ارجع ارجع اي ارجع مو مستحيل. يلا روح داو داو اول مطب اول مطب اول مطب ايه بعيد هاي صار داخل الدائره داخل الدائره. شاهدنا وياكم التحدي الأول، كان بنوع من الصعوبة على لاعبي الفريقين، وبالتأكيد نستمع إلى آراء لجنة التحكيم. كابتن شاكر، شلون شفت التحدي الأول للاعبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هاي أول حضوري بهاي أول حلقة، وإن شاء الله أتمنى لكم موفقية باقي ويانا إن شاء الله، إن شاء الله ويكون دافع للاعبين والفرق الباقية. الله يسلمك. إذا ما دام أول حلقة خل آخذ رأيك. أي. تسليط الضوء على الفرق الشعبية باعتبارها منجم المنتخبات الوطنية. نعم. شنو رأيك بالفكرة؟ أنا قلتها سابقا، ما دام كثرة الملاعب الخماسي ما راح أعتقد راح يطلعوا عندنا لاعبين بالمستقبل. حلو. أختصر لك الوقت. حلو. إذا ما ترجع الملاعب الترابية النظامية ودعش بدعش داعش. ما راح يظهروا لنا لاعبين مواهب للمستقبل. رؤية اللاعب صارت قصيرة على قصيرة وإصابات تصير عندنا، فهي رسالة لوزير الشباب، المعنيين بالكرة، المنظمات الشعبية، الفرق الشعبية، نرجع للساحات السابقة، يعني شلون كنا نلعب وشلون برزاني وكريم وحبيب جعفر وغيرنا طلعت الساحات الشعبية. نعم، الخماسي ده تأثر على الكرة. اكو بعض الدول العربية يعني حتى لغتها للتارتان خاصة في مصر العربية، فنتمنى رسالتنا توصل وترجع كما كانت رياضتنا. أهم شيء سمعك علي سامي. إيه كابتن تفضل. إيه حبيبي. رأيك بالمواهب الكروية في التحدي الأول؟ والله هم الفريقين أنا شفت أول اختبار محتاجين بعد، يعني سببها التأسيس قلت لك، يعني ما مؤسسين صح. يمكن أكثرهم من الفرق الشعبية وإجوا. الاختبار الأول هو صعب، كنترول وتهديف. شوفهم يمكن قسم مرتبك أو قسم من النقل تلفزيوني أو قسم ما متهيئ أو بدنيا ما جاهز. فشوف الاختبار الأول صار بين أبو غيث، بين حمزة ناصر ومحمد جبار. حمزة ناصر بنيته جيدة، طويل، فشوفه بطيء بالكنترول لكن مهارته جيدة بالتهديف. عكس اللاعب محمد جبار، لين قصير القامة شوف تحكمه بالكرة، وأيضا
كان التسديد ماله ايضا ضعيف، فشوعتهم من الشوت اللاعبين ضعيفه. زين. وهذا التهديف احنا يعني يأيدون الولد، يعني التهديف يجي موهبه نوبات وتطوير، فهم في شعب ما يراد لهم بالمستقبل يصيرون. ما ننسى رهبه الكاميرات والاجواء والمصورين للاعب، وبعتهم شباب هم يعني مو تقول يعني ما عنده هاي الخبره اللي ان شاء الله يصيرون. يعني الفريق يعني شفتهم مندفعين والارتباك واضح عليهم، بس هو الاختبار الاول الكنترول والتهديف يمكن صعبه الا ما ينضج بعد اكثر بالمستقبل. العمر تدريبي طويل. اي يمتازون بالبطء شويه، الارضيه لها اثر طبعا. فالاختبار الاول كان متعادلين يمكن بدون اهداف. كابتن كريم لك الكلمة. بالبداية تحية لك أستاذ علي وللحضور الكريم وشباب قطاع 11 وقطاع 61. الحقيقة يعني يوم تمتعنا يعني يملكون مهارات رائعة، خصوصا حمزة من اللاعبين أتوقع له مستقبل جيد لأنه يملك البنية، يملك كنترول جيد حقيقة. الشوت مالته من النوع الرائع بس يفقد التركيز، يعني كل ما تكون قريب على الكرة كل ما يكون شوتك أعلى. أتمنى يكون كنترولك صح حتى الشوت بشكل صح، تملك الطاقة وتملك الروحية الجيدة، بس يراد لك تدريب اكيد. محمد مثل ما قال الكابتن شاكر انا وافق الراي انه عنده بنيه جسمانيه جيده، شوته جيد وتركيزه جيد، بس يعاب عليهم انه دائما يستخدمون قدم واحده، بينما هذا كتله تلك القدمين اليمين واليسار. بعد ذلك محمد جابر وعلي مهدي نفس الموضوع، يعني كنترولهم رائع، بالنسبه لمحمد جابر كنترول رائع، الشوت بدون تركيز هنا مشكله الشباب، يعني ضعف التدريب نايبين عليهم، يعني خصوصا المناطق الضيقه والمناطق القريبه.